ولنقاش ملف المختطفين في العراق والعجز الحكومي عن الكشف عن مصيرهم وتحديد المسؤول عن هذه الجرائم في اليوم العالمي لضحايا التغييب القسري والاختفاء القسري، ينضم إلينا مدير المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب دكتور عمر فرحان بن عمان. أهلا بكم دكتور. وسهلا بك، حياكم الله. دكتور عمر، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي استقبل عددا من عوائل المغيبين واكتفى بالتعاطف معهم وإدانة حوادث وظروف إخفائهم. ما الذي يمنع الكاظمي من التحرك للكشف عن مصير هؤلاء المغيبين، وهو الذي كان يشغل أصلا قبل توليه رئاسة الحكومة كان يشغل منصب رئيس المخابرات في العراق؟ نعم، يعني هذا هو محور الحديث الدائر الآن، أنه الكاظمي عندما كان رئيسا للمخابرات كان يعرف من يقوم بهذه الإجراءات ومن يخطف ومن يعتقل ومن يغيب هؤلاء المدنيين، وبالتالي عندما أصبح رئيس للوزراء فإن الصلاحيات أصبحت أكثر من التي كان عليها، ولكن العقبة التي تكون أمام الكاظمي وأمام الحكومات التي كانت قبله هي الميليشيات. الميليشيات هي التي تسيطر، الميليشيات هي التي تحكم، الميليشيات هي التي تدير دفة الحكومة، وبالتالي لا يسمح للكاظمي ولا لغير الكاظمي بأن يتعدوا حدودهم في هذه المسائل الحساسة، لا سيما أن هذه القضايا والانتهاكات تمس الجميع إذا ما كشف عنها، وبالتالي هذه جرائم دولية، هذه جرائم خطيرة، يعني عدها القانون الدولي لحقوق الإنسان وأيضا القانون الدولي للإنسان أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، هذه الجرائم تمس الجميع، فالجميع يكون مسؤول عنها سواء كان رئيس جمهورية أو أصغر موظف في الحكومة، وهذه الجرائم هي لا تمس فقط أهالي المغيبين أو المختطفين أو المخفيين قصرا، وإنما تمس المجتمع وتمس الأمن الدولي ككل، وبالتالي هذه الجرائم أولت لها الأمم المتحدة يعني اهتمام خاص، وتعد هذه هي من أخطر وأحس القضايا التي تتعامل معها الأمم المتحدة في مع الدول الأخرى التي تقوم بهذه الانتهاك، ولكن للأسف إلى الآن الأمم المتحدة غير معنية بهذا الملف، وإن كنا نحن على تعاون وتواصل مع اللجنة المعنية بالإخفاء القسري في هذه القضايا، ولكن الرسائل التي تبعث إلى الحكومة خجولة، الأجوبة التي ترد إلى اللجنة المعنية في هذه القضايا أيضا خجولة ومضللة، وبعض الأحيان تكذب الادعاءات أو تفند التهم الموجهة إليها بانتماء هؤلاء المغيبين إلى داعش. دكتور، في بيانكم عن الوثائق التي كشفت عن تعرض بعض المحافظات لهجمات من الميليشيات والقوات الحكومية، وثقتم أكثر من 23 ألف شخص أخفي قسرا في سنتين، فترة سنتين فقط عن عمليات استعادة المدن التي تمت في بعض المحافظات وليس جميعها. كيف تفسر هذه الأرقام والفترة القصيرة التي تغطيها؟ نوافق هذه عمليات الإخفاء القسري في هذه المدن والمحافظات التي تسيطر عليها الميليشيات وتغفل الحكومة بإيقاف هذه الانتهاكات الخطيرة، ومن خلال شاشتنا نقول أن قبل شهر من الآن وثقنا اختطاف وإخفاء 22 مدنيا من محافظة صلاح الدين، وهذه المنطقة معروفة ولا نريد أن نذكر اسمها لأنهم هددوا إذا ما كان هناك يعني إعلان عن هذه العمليات، وبالتالي يعني سيطرة الميليشيات هي التي تغيب هؤلاء المدنيين وتخفي الحقائق.
ما نوثقه من هذه الأعداد هي قليل جدا لما تقوم به الميليشيات والقوات الحكومية من أجهزة الشرطة والجيش الحكومي. فهناك الكثير الكثير من هذه العمليات تحدث يوميا، وإلى الآن أيضا في مدينة الموصل وأطراف الموصل وفي مدينة الشورى وفي سنجار وفي كثير من مناطق الموصل هناك عمليات تغييب قسري أو إخفاق قسري لهؤلاء المدنيين، فضلا عن أن محافظة ديالى ولم نعرف ما الذي يجري في الداخل بسبب السطوة الميليشياوية الخانقة على هذه المدن والبلدات في محافظة ديالى، وإلى الآن ليس لدينا أرقام حقيقية وموثقة لهؤلاء المختفين قصرا في محافظة ديالى. إذا يعني العملية إلى الآن هي قائمة، يعني في ظل الكاظمي أو عبد المهدي وغيره من الحكام الذين، وهذه الجرائم هي مبطنة يعني تحت مظلة القانون بحجة يعني مكافحة الإرهاب، بحجة ضبط الأمن، بكثير من القضايا التي تتحجج بها هذه القوات والميليشيات في عمليات الإخفاء القسري في هذه المدن. نعم، كيف تفسرون إذن، ربما تحدثتم عن مكافحة الإرهاب، كيف تفسر الإخفاء القسري الذي تعرض له المتظاهرون في مختلف المحافظات الثائرة؟ نعم، وهذا أيضا يضفي ملفا آخر ويضفي معاناة أخرى على هذه الملفات الخطيرة. ووثقنا إلى الآن اختفاء 72 ناشط من المتظاهرين سواء كان في بغداد أو في الناصرية أو في البصرة ومحافظات الجنوب، وهذا ما يستدعي الوقوف عنده بأن هذه الميليشيات هي تغيب وتخفي من يعارض السياسة الميليشياوية أو الدولة العميقة في العراق والتي تديرها دولة إيران في هذه المرحلة. والكثير من القضايا التي تمس هذه الأحزاب وتمس هذه الميليشيات، فمن يتعرض إليها فإنه مصيره إما الاغتيال وكما حدث للناشطين، وإما الإخفاء القسري والاعتقالات التعسفية والقتل خارج القانون وغيرها من الانتهاكات أو الأعمال الإجرامية التي تقوم بها هذه القوات تجاه الشعب العراقي في مرحلة سطوة الميليشيات وشيوع ظاهرة الدولة العميقة في العراق. في هذا السياق، ما مدى خطورة بقاء السلاح بيد الميليشيات وبقاء السلطة بيد الميليشيات أيضا تحديدا في ملف حقوق الإنسان في العراق؟ المزيد من الانتهاكات، المزيد من القتل، المزيد من الإخفاء القسري، المزيد من الاعتقالات التعسفية، هذا هو المظهر العام لدولة الميليشيات، هذا هو النمط التي تسير عليه هذه الميليشيات في ظل غياب القانون وفي ظل غياب المجتمع الدولي الذي بات يتفرج ويعني يعمل عمل المنظمات الأخرى التي ليس لها سلطة ولا سطوة على هذه الانتهاكات، فقط يوثق ويدين ويستنكر ويستجب. لا، الموضوع أكبر من هذا. الأمم المتحدة أخذت على عاتقها الكثير وبموجب القوانين الدولية، وتنازلت هذه الدول عن هذه الحقوق لهذه المنظمة الدولية عندما تكون هناك انتهاكات خطيرة، عندما تكون هناك يعني انتهاك صارخ لمبادئ حقوق الإنسان، وهذا ما فطرته مبادئ الأمم المتحدة والمواثيق الدولية والاتفاقات الدولية التي وقعت عليها جميع الدول ومن ضمنها العراق. إذن هناك يجب أن يكون تحرك دولي، يجب أن يكون هناك تدويل لقضية ملف الإخفاء القسري، يجب أن تكون هناك لجان دولية تحقق في هذه الملفات الخطيرة، وتكون هناك محكمة جنائية خاصة في المجرمين الذين انتهكوا القواعد الدولية في العراق منذ عام 2003 وإلى اليوم. شكرا جزيلا لكم مدير المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب دكتور عمر الفرحان، كنت معنا عبر الهاتف من العاصمة الأردنية عمان.